العسكرية أعني بها المؤسسة الأمنية العسكرية ديرس، اللي هي في المرحلة السابقة كانت متحكمة في كل المؤسسة العسكرية كلها، لأن رجال ديرس الكولونيل والضباط تاع ديرس موجودين في كل مكان، موجودين في كل وزارة، موجودين في كل ديبارتمون، موجودين في كل إدارة، موجودين في كل شركة، موجودين في كل بنك، وموجودين تقريبا في كل حزب، موجودين في كل مكان، موجودين في كل، لهم يعني عندهم قدرة على شبكة العلاقات كبيرة جدا. فهؤلاء صلوا على رسول الله، في البداية أرادوا أن يتحكموا في رئيس الجمهورية، فأدركوا بأنهم لا يستطيعون فعل ذلك، فوقع ما يسمى الآن بالتوازن غير المستقر، كاين تعايش فيما بينهم، يعرفون بعضهم بعض ولكن لا يعترفون ببعضهم بعض، كما يقال ils se connaissent mais ils ne se reconnaissent pas، يعرفوا بعضهم ولكن ما يعترفوش كل واحد حاط روحه هو كل شيء، كل واحد ما يحس بالآخر، متعايشين بما بينهم. ولكن في هذه الفترة الأخيرة وقع نوع من التحول الكبير، وهو أن لأول مرة يقع، طيب خلي هذا الأمر خلوه في المرحلة اللي بعدها على كل حال، المهم أن هذا المسار كله أنتج ذهنية وتركيبة نفسية وفكرية لصاحب القرار عبر كل هذه المسارات، فهم هو اللي خلينا نفهموا طبيعة النظام الجزائري ونفهموا كيف نديروا السياسة. صاحب القرار في الجزائر، لما نقول صاحب القرار في الجزائر، القرار في الجزائر هو بشكل جماعي، لا يوجد شخص يملك القرار 100% كما هو مثلا في عهد زين العابدين بن علي مثلا، أو مثلا في عهد مبارك، أو مثلا ملك تاع المغرب أو غيره. هنا في الجزائر لا يوجد شخص يحتكر القرار وحده 100%، فيه أقطاب